وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام ليشربوا منه فيبعدون عنه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، هؤلاء الذين غيروا في دين الله عز وجل وحرفوا في دين الله وارتكبوا البدع والمحدثات يطردون عن الحوض يوم القيامة. نعم. ويسأل يقول: فكيف يكون هؤلاء قد عبروا الصراط؟ نعم، يقول: كيف يكون هؤلاء عبروا الصراط؟ وهل الحوض بعد الصراط؟ أنت تدري الحوض الظاهر أنه قبل الصراط. نعم.